ينضم إلينا من رام الله دكتور أشرف العجرمي القيادي الفلسطيني ووزير شؤون الأسرى السابق. مرحبا بك معنا. يعني استمعنا منذ قليل لكلمة رئيس الوزراء محمد أشطية، هل تسمعني؟ نعم أسمع. ما تعليقك على هذه الكلمة وما أبرز ما جاء فيها؟ صباح الخير. أولا يعني هذه الكلمة تعبر عن حال الفلسطينيين بشكل عام والوضع الذي تعاني السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة حيث يتعرض الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب ترتكبها إسرائيل على مدار الساعة في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية حيث هناك اجتياحات متكررة وعلى مدار الساعة وعمليات قتل وهدم بيوت واعتقالات واستيطان واستفزازات وكل شيء، بالإضافة إلى محاصرة السلطة الفلسطينية ماليا بحجة عدم تحويل الأموال إلى قطاع غزة. وأنا أتحدث عن موازنات فلسطينية مهمة تذهب إلى كل القطاعات بما فيها الموظفين وقطاعات الصحة والتربية والتعليم وغيرها. وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي الذي يستمر ويتصاعد بشكل دائم غزة والضفة الغربية يتطلب موقفا فلسطينيا أكثر من مجرد الإدانة وأكثر من مجرد الاستنكار وأكثر من مجرد دعوات المجتمع الدولي والمطالبات بتغيير. هذا موقف يتطلب قلب الطاولة على إسرائيل. واقع الأمر. نعم. تفضل. تفضل. يعني أقصد أن إسرائيل لم تعد تفهم لغة الحوار السياسي والدبلوماسي ولم تعد تفهم لغة الحديث عن التزامات تقوم بها. إسرائيل حطمت كل شيء ولم تبقي شيء قائما بيننا وبينهم، وبالتالي من باب أولى أن نقلب نحن الطاولة ونقول لهم كفى، ولم نعد نقيم وزنا لأي شكل من أشكال العلاقة مع إسرائيل. هذه الدولة مارقة. كيف دكتور كيف يمكن أن نقلب الطاولة؟ يعني أنا أقول أن نسلم إسرائيل كل مقاليد الأمور في الضفة الغربية، تتفضل تستلم. هي عمليا لا تقيم وزنا للسلطة الفلسطينية، تجتاح مناطق ألف التي هي تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية بشكل يومي. حتى بالأمس دخلت إلى قلب رام الله، وكل يوم تدخل القوات الإسرائيلية، والآن حصار اقتصادي. فما الذي من بقي من مخلفات أوسلو سوى أن هناك سلطة يعني تحفظ الأمن نسبيا داخل مناطقها ويعني تعالج مشاكل السكان؟ في الواقع إسرائيل تحتلنا بكل شيء، وعليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الاحتلال، وليس نخفف عنها في القضايا المدنية. يتفضل الإسرائيليون ويقوموا باحتلال كامل لكل تفاصيل الضفة الغربية والمسؤولية عن كل شيء. برأيك لماذا تصر إسرائيل على استكمال الحرب وسط الضغوط الداخلية والخارجية؟ يعني ما الذي تريد أن تقوم به إسرائيل أو تحققه إسرائيل لكي تواجه الجماهير الغاضبة في الداخل الإسرائيلية؟ في الواقع إسرائيل مهزومة، يعني هزمت هزيمة كبيرة غير مسبوقة في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي. وإذا توقفت الحرب دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة من قبل الحكومة، فهذا يعني أن إسرائيل ستنتهي. هذا بالنسبة لهم صراع وجود. طبعا هناك شكوك في أن تحقق إسرائيل أهدافها، ولكن الحكومة الإسرائيلية رفعت السقف عاليا وطالبت بأهداف محددة وبعيدة المنال، وبالتالي هي ستخرج مهزومة، ولكن تريد البحث بصورة أو بأخرى عن صور، ولو صور محدودة أو جزئية للنصر من قبيل احتيالات أو الوصول إلى بعض القيادات الفلسطينية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وغير ذلك. يعني الآن إسرائيل في ورطة حقيقية، يعني الخروج أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخروج معنى أن إسرائيل لا تستطيع أن تعيد سكان جدار غزة، سكان المناطق التي أخليت من قطاع غزة حول قطاع غزة، وأيضا المناطق التي أخليت من شمال فلسطين مقابل لبنان. وبالتالي إسرائيل لا تستطيع أن تبقي حوالي 250,000 من المواطنين خارج مناطقهم، وكيف هذا سينعكس على الوجود الإسرائيلي وعلى أمن السكان؟ إسرائيل لم تستطع
أن توفر الأمن لمواطنيها، ولا بالرغم من كل ادعاءاتها بأنها القوة الأهم نعم في الشرق دكتور الأوسط. نعم وصلت الفكرة دكتور، ابقى معي. يعني هذه مجموعة من اللقطات الحية التي تأتينا مباشرة من شمال قطاع غزة لتصاعد أعمدة الدخان، والتي توحي أو تعكس أن هناك استهداف معين في منطقة ما بشمال قطاع غزة. دكتور أعود إليك مرة أخرى، يعني الحديث عن زيارة بلينكين إلى الشرق الأوسط هو في كل مكان، برأيك هل أتى بلينكين بجديد هذه المرة؟ يعني هذه الإدارة الأمريكية في الواقع يعني مضحكة، هي تكذب باستمرار، كذبت علينا نحن الفلسطينيين طوال 3 سنوات الماضية، وعدت الفلسطينيين بأشياء إجرائية وأشياء يعني لا تعتبر جوهرية ولكنها مهمة سياسية، من قبيل فتح القنصلية الأمريكية في القدس وإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن واستئناف الدعم للسلطة الفلسطينية ولم تنفذ شيئا، وتحدثت عن هدن إنسانية ومساعدات ولم تفعل الكثير، وهي تتحدث الآن عن يعني مشروع ما بعد يعني الحرب، وهي لم تستطع أيضا التوصل إلى وقف إطلاق نار أو تجبر الحكومة الإسرائيلية وربما ليست معنية. وهل أمريكا دكتور يعني تريد هي وقف إطلاق النار؟ يعني هذا هو السؤال الفاصل، يعني هل هي بالفعل تريد وقف إطلاق النار أم هي تريد ما تريد إسرائيل؟ في الواقع هي الآن بين المطرقة والسندان، هي تريد إطلاق النار ولكنها تريد أن تحقق إسرائيل على الأقل بعضا من أهدافها، وهذا لم يتحقق. لا الإدارة الأمريكية قادرة على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وبالتالي إسرائيل مستمرة في حربها ضد قطاع غزة، والإدارة الأمريكية الآن باتت تضغط من أجل انتقال للمرحلة الثالثة، المرحلة الأقل دموية وعنفا في حربها ضد قطاع غزة. هذا هو أقصى ما يمكن أن تذهب إليه الإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية، بالرغم من أن هذه الحرب مكلفة جدا على الإدارة الأمريكية، ليس فقط عسكريا وماديا وإنما أيضا سياسيا، سياسيا على مستوى الرأي العام الداخلي وسياسيا على مستوى الرأي العام الدولي. هذه الإدارة الأمريكية تضررت كثيرا، والرئيس جو بايدن على مستوى شخصي تضرر أيضا بهبوط شعبيته بصورة كبيرة لدعمه المطلق لإسرائيل. وهل هو يكترث لذلك أم هو بالنسبة إذا قارنا ما بين انخفاض الشعبية فئة الشباب التي عزفت عنه ولكن بالمقابل في اللوبيا الصهيوني، فبرأيك أيهما صاحب اليد الأقوى والأعلى؟ يعني على الإدارة الأمريكية اليد الأقوى للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، الأشخاص الذين يدعمون أعضاء الكونغرس بالمال ويدعمون بايدن ويدعمون أي مرشح للرئاسة الأمريكية يريدون فوزه، وبالتالي هؤلاء يؤثرون أكثر. للأسف حتى الآن بالرغم من تدهور شعبية الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي عموما، وهناك تهديدات قوية من قطاعات واسعة بالحزب الديمقراطي بعدم التصويت لبايدن، نفس الحزب لا يصوت لبايدن في الانتخابات القادمة إذا استمر الدعم الأمريكي، ولكن حتى الآن لا يبدو أن موضوع يعني الصراع في الشرق الأوسط هو يحتل أولوية في الحملات الانتخابية الأمريكية. نحن ربما يعني بحاجة للانتظار لرؤية هل تنقلب السياسة الأمريكية وتصبح القضايا السياسة الخارجية أولوية، أم أنه يتم التركيز كما كل مرة في القضايا الداخلية المتعلقة بالتأمين الصحي والمساعدة على الضمانات الاجتماعية وغير ذلك.